بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن قواعد الكتابة العلمية واستخدام الرموز اللغوية، وأيضا تكلمنا عن معوقات البحث العلمي بالتفصيل. تكلمنا عنها، عن كل بند من أو كل معوق من معوقات البحث العلمي. اليوم إن شاء الله سنتناول مفاهيم البحث العلمي، فلذلك لابد أن نتعرف على عدد من المفاهيم. يعني طبعا مثل كلمة بحث، كلمة دراسة، كلمة ورشة عمل، حلقة بحث، مشكلة البحث، الفرض العلمي، الفرض، يعني الكلمات، المنهج، الدراسة، أدوات الدراسة، هذه كل المفاهيم، وأيضا الاستراتيجية، التكتيك، كل هذه المفاهيم وغيرها سنتناولها بإذن الله تعالى لكي نفهم هذه المفاهيم البسيطة بالنسبة للبحث العلمي. فعندما نتحدث عن المفهوم الأول من مفاهيم البحث العلمي وهو ريسيرش، البحث، يعني كثيرا ما يتردد، لأنه مادة اللي بندرسها اسمها مناهج البحث، مناهج البحث الاجتماعي اللي هي بحث، ولكن نوع من أنواع البحوث اللي هو البحوث الاجتماعية، البحث. فلذلك لابد أن نعرف ما معنى كلمة البحث. ما معنى كلمة البحث؟ هاي يا بنتي قولي. بالضبط، يعني دراسة علمية منظمة باستخدام منهج البحث العلمي للوصول إلى الحقيقة، سواء حقيقة أو مجموعة حقائق. إذن من هنا، ولكن بنطبق إيه؟ دراسة نظرية أو علمية وعملية، نظرية وعملية، لأنه فيها جزء علمي، جزء علمي اللي هو النظري، وجزء عملي تطبيقي. لذلك من هذا التعريف بنصل إلى أنه عناصر البحث عندنا ثلاثة من خلال التعريف. قلنا دراسة علمية دقيقة منظمة، إذن هنا موضوع، لما نقول دراسة علمية لموضوع معين باستخدام ماذا؟ العنصر الثاني اللي هو منهج البحث العلمي، المنهج البحث العلمي للوصول إلى ماذا؟ اللي هو الهدف، الحقيقة. إذن هذا هو الهدف. إذن هناك ثلاث عناصر للبحث، وهي الموضوع، المنهج، ثم الهدف، الوصول إلى الهدف. ودائما البحث العلمي دراسة منظمة باستخدام المنهج العلمي للوصول للحقيقة، ولذلك بيعتمد على البحث العلمي النظري والبحث العملي التطبيقي. ولذلك في عنا جزئين، ولذلك هنا البحث العلمي دائما يعني له هدفين من الأهداف اللي بيسعى إلى تحقيقها: هدف علمي نظري، الوصول إلى المعارف النظرية في البحث والمفاهيم النظرية، وهذا بثري لنا المعرفة العلمية وبيعمق لنا الفهم وإضافة المعارف الجديدة، وبساهم في الوصول إلى حقائق علمية، نعم، والتحقق من صحة هذه المعارف واستنباط قوانين وصياغة أحكام جديدة نظرية. هذا الجزء النظري أو العلمي. في الجزء الثاني من البحث، وهو الجزء التطبيقي، الوصول إلى النتائج التطبيقية من البحث لكي نصل إلى علاج المشكلة، الجانب التطبيقي، حل المشكلة. ولذلك عندنا في البحوث الاجتماعية يعني دائما أي بحث عندنا يسعى إلى دراسة نظرية وتطبيقية عملية. ولذلك احنا في الخدمة الاجتماعية دائما مهنتنا مهنة تطبيقية، بنركز على البحوث التطبيقية العملية في ميدان العمل. فلذلك هنا دائما البحوث تسعى أيضا للهدف الثاني، عندنا البحوث العلمية أو الاجتماعية تسعى إلى التطبيق العملي، وهو الكشف إلى المشكلات والتنبؤ بها ووضع أنسب الحلول لهذه المشكلات. إذن هذا جانب تطبيقي. إذن البحث يهدف إلى الجانب النظري، زيادة المعارف والوصول للقوانين والنظريات، وأيضا الجانب التطبيقي من البحث اللي هو الجانب العملي، الوصول إلى حل المشكلات. واضح؟ طيب، ننتقل الآن
من مفهوم البحث ريسيرش إلى المفهوم الثاني وهو الدراسة ستدي. هل معنى البحث بمعنى الدراسة؟ والله يختلف كل منهم عن الآخر. نعم يختلف كل منهم عن الآخر. فالدراسة تعني هو أن يدرس متخصص موضوعا ويستوعبه ويشخصه ويزيل ما فيه من غموض بإلقاء الضوء على جوانب الموضوع وكشف أبعاده المختلفة. ولا يشترط في الدراسة أن تأخذ شكلا منهجيا أو يتبع الباحث فيها قواعد المنهج العلمي. أيوة هذا الفرق، هذا الفرق. المنهج اللي هو في البحث بيتبع منهج علمي، لكن هنا دراسة تسليط الضوء من قبل مختص أو عدد مختصين حول موضوع معين. لكن في هذا الموضوع الدراسة مش شرط أن نستخدم المنهج العلمي، لكن كخبير كمختصين بسلطون الضوء حول موضوعات معينة. هذا معنى الدراسة، تسليط الضوء حول مواضيع معينة بدون استخدام مناهج علمية. لماذا؟ لكي نكشف حول هذا الموضوع المراد دراسته من قبل المختص أو الخبير أو عدد من الخبراء أو المختصين لموضوع معين. هذا معنى الاستدي، الدراسة. طيب لذلك الدراسة عندنا غير البحث. يعني الدراسة أحيانا ممكن تعتمد على الجوانب النظرية المكتبية. نعم. الباحث يذهب إلى المكتبة والوثائق والجوانب النظرية ويبحث حول الموضوع، يعني يدرس حول الموضوع ويجمع البيانات والمعلومات حول موضوع معين بحكم خبرته واختصاصه في هذا الموضوع. لكن البحث يحتاج إلى منهج وأداة للوصول إلى الحقيقة وتطبيق بالنسبة للمنهج اللي بيستخدمه اللي هو الباحث. فمن هنا تختلف مفهوم البحث عن مفهوم الاستدي. الريسيرش يختلف عن مفهوم الاستدي اللي هي الدراسة. فدائما البحث بحاول الكشف عن الحقيقة، لكن الدراسة بتلقي الضوء على الموضوع اللي بيتم دراسته، إلقاء الضوء فقط، لأنه يكون من قبل خبراء ومختصين حول هذا الموضوع. يعني الدراسة يا دكتور بتكون بس نظري نظرية بالضبط، التطبيق أيضا. نعم البحث أيوة بيستخدم منهج البحث للوصول إلى الحقائق، لكن هنا بيبقى خبير ومختص بيلقي الضوء على موضوع معين وهكذا يسلط الأضواء على هذا الموضوع بحكم اختصاصه وخبرته. وهنا بركز على الجوانب المكتبية والدراسة النظرية وغير ذلك حول هذا الموضوع. في عندنا أيضا مفهوم آخر ستورمينج، برين ستورمينج اللي هي حلقة البحث. طبعا هنا يعني حلقة البحث من خلال مفهومها ماذا تعني؟ هي تجمع أفراد متخصصين لهم اهتمامات بحثية مشتركة يتناقشون في إحدى القضايا المطروحة وهي أحد أنماط ورشة العمل، وليس من الضروري أن تنتهي إلى رؤية موحدة متفق عليها، بل قد تنتهي إلى آراء متفاوتة واتجاهات متفاوتة. بالضبط، يعني من خلال الاسم حلقة، حلقة عدد من الباحثين يجتمعون حول موضوع معين، حول موضوع معين ويتناقشون حول هذا الموضوع للوصول إلى رأي معين. ومش شرط يصلوا كلهم إلى رأي معين، ممكن كل واحد يدلي بدلوه حول هذا الموضوع ويدلي بخبرته ورأيه حول هذا الموضوع. ولذلك اسمها حلقة نقاش، حلقة نقاش من قبل الخبراء والمختصين لموضوع معين، وكل فرد من هذه الحلقة يدلي برأيه. ومش شرط أنهم يصلوا إلى رأي موحد، ولكن عليهم أن يدلي. يعني إذا وصلوا إلى رأي موحد بيبقى كويس، ما وصلوش برضو كل واحد يعبر عن رأيه. إذن هذا مجال مفتوح، ولذلك تسمى حلقة بحث من قبل الخبراء والمختصين لموضوع معين، وكل إنسان أو كل باحث في هذه الحلقة يعبر عن رأيه حول هذا الموضوع. هذا بالنسبة لحلقة البحث. ننتقل إلى مفهوم آخر وهي ورش. وطبعا حلقة البحث اللي قلناها هي تعتبر نمط من أنماط ورشة العمل اللي حنعرفها الآن. ما هي ورشة العمل؟ ما هي الوركشوب؟ ورشة العمل، يلا تفضل يا بنتي. وهي تجمع متخصصين لتخطيط المشروع بحثي معين لمناقشته والتحاور بشأنه وإبداء الرأي فيه بهدف تعميق فكرة معين
والورشة غالبا محدودة العدد تعقد لمدة محدودة في مكان محدد ما يتاحت الإمكانيات المناسبة لتعميق معين دون قيود وبحرية كاملة اعتمادا على تفاعل المتخصصين أثناء المناقشة. وقد يقسم الباحثين أنفسهم إلى مجموعات كل منها يختص بجانب من الموضوع المطلوب بحثه وبشكل عام تكون النتائج فيها نتيجة التعامل مع المناقشات والإستشارية الرؤية المسبقة. كويس. الورشة إذن هي عبارة عن عدد من الخبراء والمختصين يجتمعون من أجل مناقشة موضوع معين في ساعة معينة ومكان معين ومدة معينة. ما احنا قلنا الساعة يعني مدة معينة وهكذا. وأيضا يأتون إلى الورشة ولا يعرفون ما النتائج من النقاش، لكن أثناء اجتماعهم النتائج التي يصل إليها من خلال النقاش والحوار هي تعتبر نتائج ورشة العمل. وأحيانا النتائج ليست مسبقة مثل المؤتمرات والاجتماعات، أحيانا بحددوا لنا نتائج من خلال مؤتمر أو لا لا. هنا الورشة تصدر النتائج من بعد الحوار والمناقشة، ماذا وصل إليه المناقشون. وأحيانا يكون الموضوع متشعب وواسع النقاش، فهنا يتم تقسيم الباحثين إلى مجموعات، وموضوع البحث يعني جزئية معينة من كل من هذا الموضوع يتولاها عدد من المناقشين داخل الورشة. فلذلك بقسم بعضهم بعضا حول الموضوع بحيث في النهاية يصلوا إلى نتائج عامة حول دراسة هذا الموضوع من خلال المناقشة لكل جزئية من جزئيات هذا الموضوع. يصلوا في النهاية كل الباحثين إلى توصيات عامة أو نتائج عامة من خلال ورشة العمل بعد النقاش. هذا بالنسبة لورشة العمل. وكثيرا ما نستخدم ورشة العمل عندنا في الجامعة في أقسامنا المختلفة وكلياتنا أيضا للحوار والمناقشة وإتاحة الفرصة للباحثين وأيضا للطلاب وللخبراء والمختصين والأساتذة حول مواضيع معينة مثل المواضيع التي قد نطرحها للنقاش ويتم مناقشتها يعني كثير من في الأيام الدراسية وغيرها كذلك، أو ورشات صغيرة يعني لمناقشة موضوع معين مثل مواضيع التدريب، مثل مواضيع حول موضوع معين طلاق، مثل كمواضيع اجتماعية، مشكلات أسرية، مشكلات الأحداث، أي مشكلة ممكن نطرحها ويتم مناقشة هذا الموضوع والوصول إلى نتائج معينة حول المشكلة وكيفية الوصول إلى حل لها من خلال المناقشة. فممكن الورشة تكون لمناقشة أي موضوع يطرح في الورشة، واضح؟ فهذه هي بالنسبة لورشة العمل. فلذلك الورشة يصدر عنها نتائج بعد المناقشة وليست رؤية مستقبلية مسبقة لها. في عندنا حاجة اسمها الحلقة الدراسية، السيمينار، وكثيرا ما نحتاج إليه وبنسمع السيمينار في البحوث وإعداد البحث، ماجستير والدكتوراه وغير ذلك، سيمينار وحياء. أيوة، ماذا يعني السيمينار؟ الحلقة الدراسية هو موضوع يتم بحثه لمعرفة باحثين تحت إجراء أستاذ أو مجموعة من الخبراء، وبمثابة منتدى يأخذ الصورة التعليمية الأكاديمية لأستاذ وطلابه أو عالم ومريده. بالضبط، زي موضوع بحث التخرج أيضا، سيمينار بيبقى عدد من الطلبة اختاروا موضوع معين بيشرف عليهم أستاذ، بيكون في جلسات لهم بنقشهم في يعني في خطة البحث، في موضوع البحث، في كيفية إجراءات البحث، تقبل علاقة ما بين الطلبة والأستاذ، الطلبة والأستاذ. هذه بالنسبة للحلقة الدراسية، وأحيانا تكون بالنسبة لطلبة الماجستير كذلك سيمينار ما بين طالب وأستاذه أو عدد من الطلاب وأستاذهم في الحوار والمناقشة. فهذا كله بنسميه حلقات دراسية لها طابع أكاديمي، لها طابع دراسي أكاديمي. فلذلك العلاقة بتكون بين عدد من الطلبة، طلبة العلم وأستاذهم، وهذه بنسميها اللي هي الحلقة الدراسية. عدد من الباحثين يشرف عليهم أستاذ فله طابع هنا تأخذ صورة تعليمية أكاديمية مثل الطالب أو عدد من الطلبة وأستاذ يشرف عليهم في بحث أو في دراسة معينة، أو بين عالم ومريديه وهكذا. وهنا طبعا ممكن هذا لها شكل بتتم على شكل دورة يعني فترات دورية، كل أسبوع مرة مثلا، كل شهر مرة وهكذا، حسب الوقت المحدد لهذا السيمينار أو الموضوع. كمان يا أستاذ يعني السيمينار
نعم. وبكون المناقشة حول هذه الرسالة إذا كان طبعًا. العنوان خطأ طبعا بصحح له يصحح له نعم ما هو مثلا إذا كان كاتب العنوان خطأ ممكن ما يكونش له دراسات بحث موجودة نعم نعم عشان ما يتغلبش بالضبط بالضبط ممكن يختار موضوع ملوش مراجع يمكن الموضوع يعني لا يصلح في يعني دراسته في المجتمع او يجد صعوبه كبيره جدا عند دراسه الموضوع تطبيقيا دراسه ميدانيه فلذلك من هنا يعني بيكشف اشياء جديده مناقشه الطالب مع استاذه حول الموضوع البحث فاحيانا قد يتعدى الموضوع قد يتغير الموضوع فهذا بنسميه كله يعني قبل السير في خطوات البحث العلمي حتى لا يتغلب لهم طلبة العلم في بحوثهم عند السير فيها في عندنا موضوع آخر وهو مشكلة البحث مشكلة البحث يا بنتي هو موضوع يحيط به الموضوع ويحتاج إلى تفسير هو موضوع مختلف عليه حيث يتحدى تفكير البحث ويتطلب إبراز الحقائق حوله وكشف الغموض عنه نعم اللي هي اسمه ريسيرش بروبلم مشكلة 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 ولذلك بنقول هذه مشكلة عندنا فهذا موضوع لكنه غامض حواليه يعني شيء من الغموض غير واضح للباحث فلذلك الباحث يريد الوصول إلى كشف هذا الغموض والوصول إلى الحقيقة فلذلك هذه المشكلة تحتاج إلى تفسير تحتاج إلى توضيح تحتاج إلى أن يوضحها هذا الباحث فلذلك نقول عنها مشكلة البحث ودائما أي موضوع يكون فيه مشكلة تحتاج إلى حل غامضة موضوع غامض يحتاج إلى حل فلذلك هنا بيطلب من الباحث لابد أن يبرز الحقائق حول هذا الموضوع وكشف الغموض حول هذا الموضوع اللي هي بنسميها مشكلة البحث إذن مشكلة البحث هي عن أشياء غامضة يريد الباحث الوصول إلى معرفة هذه الأشياء الغامضة في البحث والوصول إلى حقيقتها هذه هي المشكلة مشكلة تحتاج إلى حل نعم هذه بنسميها اللي هي ريسيرش بروبلم مشكلة البحث مفهومة؟ خلاص؟ طيب ننتقل إلى موضوع آخر أو مفهوم آخر وهو خطة البحث ريسيرش بروبوزال بروبوزال اللي هي خطة البحث دائما بسموها البروبوزال هذه أو الخطة اللي هي ريسيرش احنا بنسميها البروبوزال دائما والله قدم لي خطة قدم لي بروبوزال فمعناها يعني خطة إيش معنى الخطة وهذا مطلوب منكم يعني بكرة في بحث التخرج الفصل القادم يطلب من كل طالبة أن تقدم لنا خطة حول موضوع بحثها الذي تختاره للدراسة فهذه بنسميها بنقولها اعملي لنا خطة بحث ما معنى خطة البحث وعلى ماذا تشتمل خطة البحث طبعا أي عمل يحتاج إلى خطة المبنى هذا الذي نجلس فيه وندرس فيه المبنى من أسفله إلى أعلاه هو أصلا لا يبنى إلا بناء على خطة وتخطيط لهذا المبنى فلذلك أي عمل يحتاج إلى تخطيط وخطة فالتخطيط مهم جدا والخطة مهمة جدا ودائما الخطة تنبثق من التخطيط فلذلك الخطة هي عبارة عن تصور عام للموضوع المراد دراسته تصور مقترح تصور لهذا الموضوع الذي نختاره للدراسة طب على ماذا يشتمل هذا التصور على مقدمة لهذا الموضوع يشتمل على أهمية الموضوع على أهداف الموضوع على المنهج المستخدم للموضوع على أدوات الموضوع الأدوات المستخدمة لدراسة هذا الموضوع أيضا مجالات هذا الموضوع مجالاته أين تكون مجالات بشرية زمنية مكانية هذه كلها يعني يشتمل عليها بنقول عنها اللي هي تصور أو خطة البحث أيضا أقسام الدراسة كذلك كيف نقسم الدراسة إلى أجزاء إلى فصول إلى غير ذلك جزء وهكذا إذن هذا إيش بنسميها خطة البحث وعادة البحث عندنا قد يكون له له جانبان جانب نظري وجانب تطبيقي
وبدنا نحدد الفصول الخاصة بالجانب النظري والفصول الخاصة بالجانب التطبيقي، الدراسة الميدانية اللي احنا بنقول عنها أقسام الدراسة. في بنقول الباب الأول الدراسة النظرية، الباب الثاني الدراسة الميدانية، واضح؟ والدراسة النظرية تشتمل إلى أقسام، فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث، وهكذا. ثم مع الباب الثاني أيضا فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث، برضو للدراسة الميدانية والإجراءات المنهجية للبحث، تحليل نتائج البحث، كذلك الوصول إلى النتائج والتوصيات العامة في البحث، وهكذا. إذن هذه إيش بنسميها كلها؟ خطة الدراسة، واضح؟ أو خطة البحث، عفوا، خطة البحث لما نستخدم فيها مناهج البحث للدراسة، خطة البحث. في عندنا الفرض، الفرض، الفرض العلمي. الفرض من الطالب. ما تكلمتش بالمرة، ما تكلمتش، تفضلي يا بنتي. طيب، يعني باختصار بنقول الفرض هو عبارة عن تخمينات، يعني لدى الباحث يريد الوصول إلى التحقق منها، يعني ليست معروفة لدى الباحث بصدقها أو عدم صدقها، فلذلك الفرض تخمين، يبحث الباحث عن صحته أو عدم صحته، واضح؟ يبحث الباحث عن صحته أو عدم صحته، فلذلك فرض علمي. يقول توجد علاقة بين كذا وكذا، بده يتأكد هل توجد علاقة والله لا توجد، فهنا بده يتأكد من صحة العلاقة أو عدم صحة العلاقة، وهكذا. يعني مثلا بده يتأكد من الحضور إلى الجامعة مبكرا من الطالبات، بيعمل عليهم دراسة، هل تستيقظين مبكرا، بده يضع فرض معين للبحث، يعني بده يقول والله الطالبة التي تستيقظ مبكرا تأتي إلى الجامعة مبكرا. إذا كيف بده يصيغ الفرض؟ هناك علاقة بين الاستيقاظ المبكر وحضور الطالبة للجامعة مبكرا، طب بده يتأكد منه عن طريق البحث، هذا يعتبر تخمين، فرض يعتبر، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إذا بده يتأكد من صحته كيف؟ عن طريق البحث. عمل بحث، والتأكد من صحة هذا الفرض التخميني لديه، هو وضع هذا التخمين وهكذا. وأيضا ممكن يعمل فرض أيضا حول الدراسة، كلما درست الطالبة وراجعت المواد الخاصة بها تفوقت دراسيا، هل هذا صحيح؟ بدنا نبحث أيضا، هل كلما حضرت إلى الجامعة ودرست المحاضرات وراجعتها تفوقت؟ بدنا نعمل دراسة أيضا نتأكد من صحة هذا الفرض، هل هذا هو صحيح أم غير صحيح؟ هل هو العلاقة بين الدراسة وحضور المحاضرات في الجامعة والتفوق العلمي؟ هل هناك علاقة بين العكس برضو؟ هل هناك علاقة بين تغيب الطالبة عن المحاضرات والتأخر الدراسي؟ أيضا بدنا نتأكد من هذا الخبر. أو بنقول لا توجد علاقة بين حضور الطالبة للمحاضرة وتفوقها العلمي، بدنا نتأكد، لأنه صغناه بصيغة النفي، النفي، وهي الفرضية الصفرية، إن شاء الله حنتوسع فيها عندما نصل إلى الفروض ونعرف كيف نصيغ الفرض العلمي. الفروض الإيجابية كلها يعني بصيغة الإيجاب، أو الفروض الصفرية بصيغة السلب، وهكذا نتعرض إليها إن شاء الله بالتفصيل، مفهوم الفرض العلمي وشروط الفرض العلمي وأنواع الفروض العلمية، ويعني من أين تشتق الفروض وكيفية يعني أنواع الفروض، هذه سنشرحها إن شاء الله بإذن الله في محاضرات قادمة بإذن الله. هكذا إذن انتهينا من موضوع الفرض العلمي كمفهوم من مفاهيم البحث. في عندنا حاجة اسمها ميثود، ميثود اللي هي منهج الدراسة، منهج الدراسة، ماذا يعني منهج الدراسة؟ في الآخر كويس، يعني جاي المنهج هو الطريقة، منهج طريقة، جاي ميثود معناها طريقة، يعني بيستخدمها الباحث للوصول إلى الحقيقة، ويتأكد
هل وصل إلى الحقيقة من خلال استخدام هذا المنهج، وصل إليها أم لا. فلذلك يكتشف دائما الباحث الحقيقة من خلال استخدام المنهج العلمي. فالمنهج العلمي هو الاستخدام اللازم للوصول إلى الحقيقة العلمية، هذا معنى اللي هو منهج الدراسة. طيب، في عندنا أهداف أوبجكت، هذه الأهداف في الدراسة ماذا تعني؟ أهداف الدراسة ما تكلمتش نهائيا. مين ما تكلمتش نهائيا؟ أنت يلا يا بنت قولي. كويس، يعني دائما البحث يهدف الى هدفين، هدف نظري وهو اثراء المعرفه العلميه، وهدف عملي هو الوصول الى التطبيقات العمليه، النتائج الوصل اليها وكيف يطبقها في المجتمع الدراسه لكي يحل مشكله، يعني يريد الوصول الى حلها، فهذا بنسميه اللي هو هدف عملي، هدف عملي للبحث. اذا أهداف الدراسة هي أهداف نظرية وأهداف عملية. في عندنا أدوات الدراسة، ما هي؟ أيوة بنتي تفضلي. أنت نعم. أدوات الدراسة هي الوسائل المستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفها وجدولتها وتقسم إلى أدوات رئيسية وأدوات مساعدة وأدوات أكاديمية، لكل منها خصائص إيجابية وسلبيات وطرق معينة للاستخدام. كويس، كل منهج له أدوات، لأنه بدون الأدوات لا يمكن استخدام المنهج. يعني في عندنا أنواع من المناهج، البحث العلمي والاجتماعي، في عندنا أدوات. مثل ماذا الأدوات؟ يعني مثل الاستبانة، المقابلة، الملاحظة، طبعا نستخدمها الزيارة كمقابلة، نذهب يعني كأداة برضو نستخدمها الزيارة، ونستخدم فيها المقابلة. المقابلة ممكن نستخدم فيها الاستبانة أيضا، بحيث أنه المبحوث يعبي استبانة من خلال الزيارة، أو إحنا يكون المقابلة يعني بتكون حناخدها برضو، المقابلة اللي هي اجتماع بين الباحث والمبحوث، ويسأل الباحث حول موضوعه بأسئلة معينة للمبحوث ليجيب عنها وهكذا. فإذا معناته أدوات الدراسة كثيرة جدا، والأدوات لكل منهج في أداة ممكن نستخدمها، مناهج. فمن منهج مسح الاجتماعي، عندنا منهج التجريبي، عندنا المنهج الوصف التحليلي، عندنا منهج دراسة الحالة، عندنا المنهج التاريخي، منهج القياس الاجتماعي. لكل هذه المناهج في عندنا أدوات نستخدمها، مثل المقابلة، مثل الاستبانة، مثل الملاحظة، إلى غير ذلك وهكذا. في عندنا المقابلة، ماذا تعني المقابلة؟ أيوة يا بنتي. المقابلة هي إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها الباحثون لفترة، وهي عبارة عن تفاعل لفظي بين فردين في موقف المواجهة، يحاول أحدهما أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى الآخر قبل خبراته وآرائه ومعتقداته إذا مضمومة. بالضبط، المقابلة زي ما أخذتوها أنت في خدمة الفرد وخدمة الجماعة، ومعروفة يعني المقابلة دائما للاستبار دائما بين الباحث والمبحوث. يعني الباحث دائما بيسأل المبحوث حول موضوع معين، مجموعة أسئلة يثيرها الباحث لكي يستثير المبحوث، والمبحوث يجاوب على هذه الأسئلة، هذا معنى المقابلة، لكن شرطها تكون مقابلة وجها إلى وجه ما بين الباحث والمبحوث للإجابة حول أسئلة يطرحها الباحث للمبحوث للاستفسار حول موضوع معين. باختصار هذا هي معنى المقابلة أو الاستبار. في عندنا الاستبيان، الكويتشنر، استبيان، كويتشنرز، هذه أسئلة يعني بيعتمد على مجموعة من الأسئلة. ما معنى الاستبيان؟ مين ما تكلمتش نهائي؟ أنت تكلمتي؟ طيب تفضلي. الاستبيان هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة تعد إعدادا محددا حول موضوع معين، في منها الاستبيان البريدي اللي بيرسل عن طريق البريد والاستبيان الغير بريد. استبيان اللي هو الاستقصاء اللي بنديه للمبحوثين لكي يجاوبوا عنه، لكن احيانا بيكون بدون الباحث، يعني هو يعني نفس المبحوث هو يجيب على الاستبيان او الاستقصاء. وهذا نوعين،
إما بنرسله يعني مباشرة يعني هذا الاستبيان اللي هو في عدد من الأسئلة يجيب عليها المبحوث. في الزمن الماضي كنا نبعثه عن طريق البريد العادي، لكن اليوم أصبح ممكن نبعثه عن طريق البريد الإلكتروني مثل الاستبيانات اللي بتجيكم على مواقعكم على الصفحات الخاصة بكم، وبنقولكم والله عبوا الاستبيان هذا، ما تفتح الصفحة إلا وانت معبي الاستبيان. نعم، اللي على صفحة الجامعة ممكن زي تقييم الأساتذة مثلا اللي بتبعته الجامعة، هذا موجود على صفحة الطالبة، يعني ما بتفتح الصفحة إلا تعبي الاستبيان. هذا إيش بنسميه؟ كويتشنر، استبيان، استقصاء من المبحوث حول أسئلة معينة يجيب عليها. هذا بنبعته اليوم بوسيلة حديثة ألا وهي اللي هي البريد الإلكتروني، تعويضا عن البريد السابق اللي كان يبعث بالبريد يعني العادي. أيضا في طبعا وسيلة أخرى استبيان غير بريدي، وهذا بيتم عن طريق مباشرة بين الباحث والمبحوث. أنا كباحث عندي مجموعة من الاستبيانات بعطيها للمبحوثين، أعتبر أنكم يعني أنتم من المبحوثات، فلذلك حول موضوع معين، حول مشكلة الشباب مثلا، مشكلة الشباب ماذا يعاني الشباب من مشاكل، فأنا عندي مجموعة من الاستبيانات باجي على القاعة وباخذ عينة ولتكن يعني تمثلون عينة من طالبات الخدمة الاجتماعية، وبأديكم الاستبانة للإجابة عليها حول مشكلات طالبات الخدمة الاجتماعية، وبتعبوا الاستبانة مع وجود الباحث، لكن الباحث يوزع الاستبانة ويجلس يعني في مكان معين، وأنتم تجاوبوا على الاستبانة خلال نص ساعة مثلا، ربع ساعة، ثلاث ربع ساعة، وهكذا تجاوبون على الاستبانة. هذا إيش بنسميها؟ استبيان غير بريدي بين الباحث والمبحوثين مباشرة. واضح؟ وهنا بتدخلش الباحث يعني أو لكن بجاوب على بعض الأسئلة إذا تطلب الأمر من قبل المبحوثين وهكذا. واضح؟ طيب، في عندنا حاجة اسمها البحث الإمبريقي، البحث الإمبريقي، البحث الإمبريقي. ماذا يعني البحث الإمبريقي؟ تفضلي. نعم، البحث الإمبريقي التطبيقي يعني. يعني بحث إمبريقي بيعتمد على تطبيق الدراسة التطبيقية. طب إن شاء الله إحنا إلى هنا ننهي المحاضرة، وفي المحاضرة القادمة نكمل المفاهيم بإذن الله تعالى. لكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.